الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما يسرت، والسلام إنك أنت السلام. أيها الأخوة الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المداخلة كانت اشتملت على عدة قضايا، ونظر لما هو موجود في الباب كان الاقتصار على ما سمعته، حكم جلسة الاستراحة والتسليمة الواحدة وكراءة الحزب وحكم الاستقلال. هذه قضايا ثارت بلبلة بين الناس، ومن أحدثها الله يعلم طويتها، وأنتم تعلمون وتسمعون تروج بقضية البدعة. والبدعة قسمان: البدعة اللغوية التي تقسمها بس بعد السلام إلى ثلاثة أقسام، نحن لا نتكلم على هذا وما تكلم عليه أحد من الفقهاء، وإنما الفقهاء تكلموا على البدعة الشرعية، أي التي ظاهرت كلية من كليات الخمس، أو قاعدة من قواعد الكلية، أو أصلا من أصول الدين. ومعناه أن الطالب حين يطرح ويبحث له عن دليل ينضبط به لا يوجد، وإنما يوجد بين هذا وذاك التناقض. فمن هنا كانت هذه البدعة هي الضالة، هي التي تمنع، ولكن قالوا فيها حرام أو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده، ما ليس منه، أما ما هو داخل تحت ضوابطه فلا يكون بنا، له ضابط. والشريعة الإسلامية جاءت بضوابط، لا أنها نصت على كل قضية قضية. لو كان هذا لامتلأت الدنيا بالكتب، ولم تفي به بقضايا الناس. ومنها قيل ما هو محدود ومحصور لا يفي إلا محدود ولا محصور، أي قضايا الناس غير محدود. فكان مما أجد قضية جلسة الاستراحة، ومعناها أن المصلي حين يقوم لإتمام الصلاة يجلس على قدمه ثم ينهض قائما، وهذه عنده هي جلسة الاستراحة، وقد عدت من السنن عنده، وسيأتي بيان ما فيها من كذا. إن مما يجب معرفته على الناس عامة، وأئمة المساجد خاصة، أن يعلموا أن المصلي حينما يريد أن يرفع من السجود إلى القيام لإتمام باقي صلاته، أن ينهض على صدور قدميه، لأنه يجلس بجلسة الاستراحة، يجلس على قدميه ثم ينهض، بينما غيرها هو أن الإنسان حين يجلس يقوم على صدور قدميه. هذا معناه أن ينهض على صدور قدميه عملا بما رواه الطحاوي عن عياش بن عباس بن سعد السابدي
انه كان في مجلس فيه ابوه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس ابو هريره وابو اسيد وابو حميد الساعدي من الانصار. انهم تذاكروا الصلاه فقال ابو حميد: انا اعلمكم بصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال وكيف؟ فقال: شرط ذلك من رسول الله. قال: فقام يصلي وهم ينظرون، فبدا فكبر ورفع يديه باول تكبير، ثم ذكر حديث طويل وفيه انه لما سجد انتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتوركع، اي جلس على وركبه اليسرى ووضع اليمنى عليها. تورك إحدى رجليه ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام، ثم كبر فقام فلم يتورك، أي قام من السجود إلى القيام. هذا فعل ذكره هذا الصحابي أن هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بظاهر حديث كرسي في الصلاة كما هي رواية: ثم سجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. ما فيه اجلس على صدور قدميك ثم نهض، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ذلك في صلاتك كلها. وعمل بحديث ابي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. أخرجه الترمذي وقال: عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. انظروا إلى ما ذكر الترمذي عقب الحديث، قال: وعليه العمل عند أهل العلم، أي عمل بهذا العلماء، والآخر لا، هذا الظاهر العمل عند أهل العلم. والمقرر عند الفقهاء أن الحديث الذي عمل به العلماء هو المقدم على الذي لم يعمل به، أي كثيرا، والحديث الذي عمل به ويقدم ما فعلته الخلفاء وأهل بدر وكبار الفقهاء بعدهم. هذا هو المقصود، وهذا هو مذهب مالك حينما كان يمنع الناس من الكلام في المسجد وفي الأزقة بما ليس معروفا بين أهل المدينة. وهذا شكل على صدور القدم. والفقيه معنى سن الإمام، عندما أو كل عندما يمنع النظر في هذه الأحاديث لم يجد فيها جلسة الاستراحة التي جاءت في رواية مالك بن الحويري والصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وفي رواية أخرى عن أبي قلالة قال: جاءنا مالك بن الحويري فصلى بنا وقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، لكني أريد أن أريكم كيف كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير. هذه قضية، هناك كان لا يكبر الصلاة، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض في المقام. هذا اعتماد اعتمد جلسة الاستراحة، وهي مع مخالفتها لما أقوى منها، وهو ما سبب. قد ترى الشافعية اعتمدت هذه جلسة الاستراحة وعدوها من سنن الصلاة، وقد تقصى العلامة بن الطال الأدلة التي عمل بحديث جلسة الاستراحة والسنة. كلامي ذهب
جمهور العلماء إلى ترك الأخذ بحديث مالك بن الحويرث، وقالوا إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى والركعة الثالثة ينهض على صدور قدمه ولا يجلس. روي ذلك عن ابن سعود وابن عمر، انظر روى ذلك عن ابن سعود أي إمام أهل الكوفة، وهو المصدر الأصيل في المذهب الحنفي. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر، الأصيل في مذهب مالك. وابن عباس، وقال نعمان بن أبي عياش، وقال نعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة بالركعة الأولى والثالثة قام كما هو ولم يجلس، وكان يسرع في القيام في ذلك. وكان زهري، كان شيخنا المدني، يقولون ذلك. وقال أبو الزناد لشيوخ مالك: تلك السنة، أي أن الإنسان ينهض على صدور قدمه ولا يجلس، هي السنة. والسنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال مالك والثوري والكوفيون وأحمد وإسحاق، وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على هذا، أي على ظهور ذو الجلوس. وذكر عن عمر وعلي وعبد الله بن عباس نمسك. وذهب الشافعي للأخذ بحديث مالك بن الحويرث فقال: يقعد في وتر من صلاته ثم ينهض. وقد رأيت أن حديث أبي حميد حكاه لحضرة جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه ذلك أحد منهم. دل على أن حديث مالك بن الحويرث احتمل أن يكون ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة كانت به، فقعد من أجلها لا لأن ذلك من سنة الصلاة، كما كان ابن عمر يتربع في الصلاة. فلما سئل عن ذلك قال: إن رجلاي لا تحملان. كذلك احتمل أن يكون ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من القعود، كان لعلة أصابة حتى لا يضاد حديث مالك بن الحويرث وهذا أولاد هنا من حمل ما روي عنه من تلافي التضارب. ثم كذلك قال العلامة علي بن سلطان القاري من أئمة الأحناف، ونص أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه كان ينهض من الصلاة على صدور قدميه، وأخرج عن الشافعي قال: كان عمر وعلي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور أقدامه. وأخرج النعمان بن عياش، هذا ابن أبي شيبة، قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة نهض كما هو ولم يجلس. فقد سبق أكابر الصحابة الذين كانوا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفاء لأثارهم زمن صحبته من مالك بن الحويرث، على خلاف ما قال فوجب تقديمه، أي تقديم النهوض على صدور الأقدام. وقال مالك في الرتبية: ما رأيت أحد من كنت أقتدي به يرجع على صدور قدميه في الصلاة. قال الرشد في بيان التصوير: يريد بين السجدتين، وهذا كما قال، لأن سنة الصلاة أن يكون جلوسه بين السجدتين كهيئة جلوسه التشهد. وقد رأى المغيرة بن حكيم عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر ذلك فقال: إنها ليست سنة، الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. وقال في حديث آخر:
ان سنه الصلاه ان تنصب رجليك ان تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. السنه اذا اطلقت فهي سنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضاف الى غيره كما في سنه الامرين ذكرهما. والرجوع على العقبين بين السجدتين اي الجلوس على العقبين هو الإقعاء المنهي عنه عند أهل الحديث وعند أهل اللغة جلوس الرجل على رجليه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسوء. معنى الإقعاء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الجلوس على العقبين. أما الإقعاء في اللغة فهو مما سمعنا من إقعاء السوء. وإني أرى أن كأيوان قال عندما تعلم هذا النقول وتفهمها تعلم لحظة ما اعتمدت الشاكلية والإقعاد والحسين إن أبدع إليها سنة لله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فعله محتمل لأن يكون وقع به شيء فجلس، لأن الصلاة لا تفعل فيها إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والشاكل لهذا الكلام لأنه رفض مذهب الأئمة وقال إذا صح الحديث فهو جاهل ولي ذلك أمر آخر. التسليمة واحدة هذه تعلمونها السلام عليكم، هذه للإمام والذي من إمام فله حكمه، إلا أنه هناك من يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا قال كلا به في العراق. أما أهل المدينة فكان عندهم السلام عليكم واحدة، وقد تكلمناها في هذا في مكان اخر، والغرض منهم ان ادله السنه الواحده تزيد تقتصر على ما يلي. الحديث الاول حديث عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم الصلاه تسليمه واحده تلقاء وجهه من الشق الذي قليلا. الحديث الثاني حديث السائل عن جده انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم سلمه واحده ولا يزيد عليها شيئا. الحديث الثالث حديث سلم بن الكوع قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مسلما واحده. الحديث الرابع حديث انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كان ابو بكر وعمر يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا كلام قد تكلمت علينا ولكن أرشد. ويسلمون تسليمة واحدة قال مخرجه البزار ذكرته لأجل تسليمة واحدة وبقي في الصحيح، هذه حالة مروقة بين المحدثين. قال المنذر الدين الهيتمي بالثاء المثلثة لا الهيتمي رواه الطبراني بالكبير والأسر بتسليمة واحدة فقط ورجاله رجال الصحيح. الحديث الخامس حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة ولو جيء، وهذا ما أردت إراده هنا. من قال بتسليمة واحدة تعلمون هذا أن الحديث يتبع بمن عمل به ليخرج من حيز الغربة أو نحن في الله إلى حيز الشهرة، وهذا مذهب مالك وهذا مذهب المحدثين والأصوليين ولا عين بمن خالف هذا. إن مما يعقد السنة الواحدة ويغضبها عند من قال بها عمل على جنين كثير من الصحابة وغيرهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وسلمة بن مكوان وشقيق أبي وائل وعبد الله بن أبي أوفى وقبيصة وطير أبو عالية وأنس وعروة عروز بن الزبير وسيد بن الجبير وقسم أبي حازم وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد والعب بن الثاب والحسن حسن بن سعد وابن سيرين وأبو رجاء الطاردي والزهري وعبد الله بن أبي ليلى وعطاء بن أبي رباح وتوكل
ومعمر والأوزاعي وسفيان الثوري وابن وهب في رواية عبد الرزاق وهو أحد قرى الشافعي وابن وهب. هناك شبهات حول سنية واحدة يجب ردها. قد يقال هذه الأحاديث الاستشهادية المالكية واعتمدتها وروات هذا من يعتمد به ويعتمد عليه في أدلة التشريع كما يعلم ذلك أهل الاختصاص بخلاف الاستشهاد به غيرهم من الأئمة الثلاثة واعتمدوا عليه. فكما ساغ المالكية العلو لهذه الأحاديث مطعمها والمعروف من الحديثة إذا صح أصبح اتباعه لازما في العامة والمنتظمة. قلت يجاد عن هذا الإشكال إن كان إشكال واعتراض إن كان تارة عن ذلك لله وفي حصحة الأمين حتى لا يقترب بهذه التقاصير في الرواية التي هي عند المحدثين شروط طرق أحد الباب مع مراعاة قواعد علومها والدراية في الرواية والدراية التي هي عند الفقهاء استخراج الحكم النازلة من الشرعي وفق قواعد مضبوطة ومقررة. ولا شك أن الجمع بين الرواية وبين الدراية أمر صعب وشاق، لذا لم يجمع بينهما أحد من قديم الحديث إلا قلة قليلة من علماء الأمة الإسلامية. وغاية ما في الأمر من هذا الكلام تهيج به صوت على المالكية وحدهم بل تعداهم إلى من قد عمل سلف الأمة كأبي بكر وعمر. هذا شأن صبيان الموت يقول عمر لا اعتداد به ولا أين خلوص الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وغيرهم من فقهاء الصحابة الذين شهدوا له الإمام الجزيلة فيما فهموه من أحكام لم تصل عقولهم إليها لكون الصيام عامل أريد به الخصوص أو خاصة أريد به العموم إلى غيره مدعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني قد تركت بكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنته ولم يبترق حتى يغدى علي الحوض ولم يقل إني تارك فيكم الكتاب والسنة والصحابة والمدائن. هذا أقول وما درت هذه الطائفة التي وما درت هذه الطائفة أن رسول الله عليه وسلم قال وعليكم بما تعرفون من سنة نبيكم الخلفاء غاية ما فيه سهيل بن محمد التميمي قال في البخاري روى عنه الشافعي أحاديث مناكب وقال أبو حاتم الرازي مع المسلم وفي حقه سوء كان حبيبه بالشام من كرم الحديث في العراق قدم الشام فما حدث من كتبه فهو سالم وما حدث من الذكر فهو غالب والإمام أحمد بن أربعة أقوال ثقة مستقيم الحديث مقارب ومقارب من النواحي ليس به نقص. وقال ابن معين زهير بن محمد الخراساني ثقة وفي تاريخ الدوري عنه أي عن ابن معين ثقة ليس به نقص وفي سئلة ابن جنيد أي عن ابن معين ليس به نقص ومثله في أسئلة ابن حبان عنه أي عن ابن معين. وانطلاقا من هذا التنوع الذي صدر من أهل الفقهاء فيه نقول لا يضر ضعفه في رواية الشافعيين إذا رواية عنه على هذا تكتب الاعتبار برواية غيره. لذا روى عن البخاري ومسلم وقراءة السنة وأما عمرو بن أبي سلمة التميسي الراوي عنه فهو كذلك من روت له الجماعة ومن هذا المنطق قال الحاكم بن مستدرك عقب رواية هذا الحديث ورسوله هذا حديث صحيح على عشرة الشيخين وأخذه الذهبي على ذلك. والمعروف عند المحدثين أن من كان بهذه المثابة يصلح حديثه بمتابعة الشواهد لا أنه الذي كما قال محبان ينبغي بالموضوعات لا يجوز الاحتجاج به. والأزدي الذي ضعفه ليس في الموقف في حديثه أننا نعلم أن ابن حبان متساهل التعديل متشدد في التشديد أكثر من كل متشدد مثل ابن معين وابن قطان ابن معين وابن قطان وابي حاتم الا ان هذا توثيقهم معتبر وتشريحهم ينظر فيه فاذا وافق على من فاضل منه هو وسط ومنصف في البخاري فهو والا فلا. واما الزين فانه ضعيف في نفسه كيف يقبل تصريحه وتشريحه وعليه فقلهما معا ليس بحجه قويه تؤثر في راوي هذا الحديث حسب قواعد علوم الحديث المجهول فيها.
شاء الله. سبحان الله. الله يسلمك.